أخي أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نضيع أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات. أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربيت شوف، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. وهي شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون اذا جاءه الناصح وقال لهم ماذا مضي على الاقوال، الاغرب ان هذا يظنون ان الناصح انهم هؤلاء عجيب. وهو يريد نصحهم، شاب عمره 17 سنة لا يحفظ الا القليل، وهو الان يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون الى مثل هذه القضايا. مثل هذا يعني انا كثيرا ما اسال شو رايك بفلان، فافهم انه متحيز له او عليه، وقد يكون اللي عم يسال عنه من اخواننا، وقد يكون من اخواننا القدامى اللي يقال لنا انحرف. انا بنصح السائل يا اخي شو بدك بزيد وبكر وعمر، استقم كما امرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز ذكاء الصالح من الصالح والمخطئ من المصيب الآخر. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكنه انحرف في مسألة 2 3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقول عنه في ترجمته انه مري وانه خاري وانه ناصبي والى اخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات او سيئتين او 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.